على مشاهدينا نتعرف على أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليبلغ في أغسطس الماضي نحو 34 مليارا و 928 مليون دولار، مقارنة بنحو 34 مليارا و 878 مليون دولار في يوليو السابق له، بزيادة بلغت نحو 50 مليون دولار. في إطار العمل على تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماعا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون وآليات العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات والعمل على مكافحة ومواجهة أي ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاد الدول الثلاث. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.3 تريليون مليار. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 79% ليبلغ مستوى 19375 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 43% ليبلغ مستوى 3823 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.5% ليبلغ مستوى 5613 نقطة. في أسواق البترول العالمية غيرت أسعار النفط مسارها وتحولت للتراجع، إذ طغت المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء وتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين على التوقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات الإنتاج الطوعية. تراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 12% مسجلا نحو 90.84 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% ليتصل إلى 87.51 دولار للبرميل. تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 75% لتصل إلى 3.16 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.47% لتسجل نحو 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.2% في الربع الثاني للعام الحالي مقارنة بالربع الممثل من عام 2022. أشارت الهيئة إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت ارتفاعا قدره 6.1% على أساس سنوي و 1.6% على أساس ربعي، وحققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 2.3% على أساس سنوي، بينما سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 4.3% على أساس سنوي. أكدت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات النفط الخام الصينية زادت في أغسطس الماضي مع زيادة المصافي للمخزونات وارتفاع عمليات التكرير للاستفادة من الأرباح الأعلى التي يضرها تصدير الوقود. أشارت الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أن واردات الشهر الماضي إلى بكين أكبر مستورد للنفط في العالم بلغت نحو 12,430,000 برميل يوميا، مؤكدة أن واردات الصين في الشهور الثمانية الأولى من العام زادت بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة من العام الماضي.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان في إندونيسيا إن العالم يواجه خطر حدوث صدع هائل في نظمه الاقتصادية والمالية. هذا ودعا غوتيريش قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم، مشيرا إلى أن تخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إجراء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل. كما عبر عن دعمه لإعادة توجيه 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة السيولة ودعم احتياجات الاقتصادات النامية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك يا فاطمة.